صباح الخير عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك. كنقول لكم عيدكم سعيد لكل الامه الاسلاميه، الله يدخل عليكم بالصحه والراحه يا ربي يا ربي، والله يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، وكنسلم على كل شيء، وكنبارك للعواشر كل شيء لجميع المسلمين في بقاع الارض. المهم البنات، اليوم مش غادي نقول لكم الفطور ديالي، هو هذا ديال صباح العيد عادي بسيط. هادشي كله راني حضرته انا وياكم، بحال الحلوى، هذه الكيكه اللي كنت درت لكم البارح، درت شويه ديال البغرير، صافي. وبير رداتاي هادشي اللي باش غادي نفطروه. هنايا البنات عندي هادو، اش كان بحال دابا اش كندير انا، كان مثلا كاع الجيران اللي قرب ليا كندير لهم بحال دابا هكا شويه شويه ديال الكاطو، وكنديه ليهم يعني باش كنقول لهم واخا هما ماشي مسلمين، كنقول لهم بان هذا النهار حنايا راه عندنا فيه شطاي العيد ديالنا، بان صلاه رمضان هما راه كيعرفوه. المهم دائما كنديرها معاهم، يعني واخا كيكون العيد الكبير كندير بهذه الطريقه، كندير معاهم بالحلوى، كندير معاهم باللحم. المهم ديما كنحاولوا نوريهم الثقافه ديالنا. المهم اخوتي كنقول لكم نهاركم مبروك، وكنتمنى تدوزوا معايا هذا النهار كامل ان شاء الله، وتشوفوا نهار العيد ديالي كيفاش كندوزوه. تحيه لجميع العائله الصغيره ديالي والكبيره، كنقول لكم عشركم مبروكه جميعا، الوالده ديالي، الخوت، الكل شيء، كنقول لكم عشركم مبروكه، والله يديرها للظروف. حنا ما كرهناش نكونوا مجموعين، ولكن الحمد لله والشكر لله، هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. المهم هادشي كامل هي نكونوا على خير ونبقاو عايشين، هذاك هي الدنيا وما فيها. وكنقول لكم فرجه ممتعه. صافي البنات، دزنا الغدا، انا عجنت العجينه ديالي هي خمرات، شرب ملت هنايا الحوت ديالي، هو اللي غادي ندير ان شاء الله الغدا. صافي دابا البنات غادي نقاد العجينه ديالي، نديرها في الماطه. بسم الله، انا ملي فطرت صبقت العجينه هي الاولى. صافي البنات غادي ندير دابا العجينه في اللاطه، بسم الله، ومن بعد غادي نمشي، راه قريبه 12 خصني نمشي نعطي الغداء لداك السيده مسكينه، راه واخا اليوم الحد كما كنقول لكم دائما، يعني انا خصني نجلس، ولكن بالحكم لانها بوحدها مسكينه وما كاينش اللي يدخل عليها ما نقدرش نخليها. كما كنقول لكم دائما يعني الحد والسبت راه والله العظيم الا خارج خدمه، ولكن كان خدمه لكن الله سبحانه وتعالى كنتخلصش فيه حتى درهم، ولكن الواحد ما يشوفش غير الفلوس، خاصة الانسانيه تكون بيناتنا. صافي دابا البنات غادا نسالي الخبز ديالي نقادو، انا غادا نرشو شويه د الجنجلان بالزرار نتوما اللي عندكم. البنات هاد الخبز راه كيجي رائع، ما مدلوك ما حتى شي حاجه، ولكن كيجي زوين بزاف. دابا نخليه يرتاح شويه البنات ونقادو، نعطيه الحجم مقاد يعني يجي الشكل ديالو زوين، وغندير عليه شويه الجنجلان شويه الجزر، نتوما اللي عندكم البنات كديروه، تقدروا ديروا ليه غير الدقيق او السميده او النخاله، المهم اللي عندكم. صافي وغندير نمشي البنات نعطي لهاد السيده تغدى ونولي نرجع ان شاء الله. صافي البنات من بعد ما جيت من الخدمه الخبز لقيتو خمر، راه درتو في الفران. هنايا البنات عندي بطاطا تاهي ندير في الفران بواحد الطريقه زوينه، فايته دايرها ولكن ما عمري حطيتها في القناه. يعني نقطعها نتوما تشوفوا، هادو راه قطعتهم، غادي نقطعها معاكم بحال هكذا البنات، ما كتنزلوش حتى لتحت. الا مشتو راسكم ما تقدروش كتجيبوا واحد المعلقه او فرشيطه او اللي عندكم اللي تحبسكم باش ما شفتو باش ما توصلوش حتى لتحت، ولا بودا ما توصلوش حتى لتحت كاع باش تخليوها بحال هكذا قاطه. هانتوما كما كتشوفوا من تكون الطريقه واضحه وباينه لكم، شفتوا يعني هنا ما كتوصلوش حتى لتحت، يعني كتبقى هاد البلاصه هادي شاده كما كتشوفوا معايا. صافي البنات نبقى هكذا حتى نكمل، وداك الساعه نتلاقاو نشوف كيفاش كنديروا ليها.
صافي يا البنات، دابا كملت التقطاع ديال البطاطا ديالي. هنايا البنات عندي الملحه والزبده والزعتر، هما اللي غندير لهاد البطاطا ديالي، يعني كنديروا لهم بحال هكذا، كنخلطهم مع بعضياتهم. انتم البنات اي حاجه كيمكن لكم، الا ما بغيتوش الزعتر ديروا شويه ديال الابزار، او ديروا غير الزبده والملحه، المهم انتم ليكم الاختيار النكهه اللي بغيتوا ديروا في البطاطا ديالكم. من بعد البنات كنشدو بحال هكذا البطاطا ديالنا، وغندخلوا فيها بحال هكذا داك الزعتر وداك الزبده، كندهنوها كامله. هتعجبكم البنات بزاف هاد البطاطا هادي، وخصوصا وليداتكم اكيد هتعجبهم. يعني هتحاولوا تبقاو شويه بشويه باش ما تنزلوش حتى لتحت باش تحل لكم البطاطا تهرس. باش غنديروا ليها البنات، دابا غادي نشدها انت هنايا في الكاغيط كما كتشوفوا بحال هكذا، وغنسد عليها دائما، هذا هو الاول، وعاد الكاغيط ديالي منو بحال هكذا البنات. صافي كنبقى هكذا البنات حتى كنكمل البطاطا ديالي وكندخلها للفران، نتلاقاو ان شاء الله البنات من الغدا والعشاء باش نقول لكم، ولكن ثقوا بيا البنات فرحانه بزاف لان عرفتوا شنو، ما كنتش ناويه بان هاد الناس هادو العائله ديال هاد السيده هادي غدا يجيو عندي داروا لي واحد المفاجاه بصح زوينه، وسمحوا لي ما تصورتش. ها نتوما كتشوفوا يعني عاد كما كتشوفوا معايا الكيسان فاش شربوا لا المناضه ولا الماء. يلاه دابا كنغسلهم صراحه والله ما نويت، اش غنقول لكم فرحوني يا البنات، كنت ناويه ندوز العيد بوحدي، ولكن بصح اش غنقول لك جات ولدها ومرت ومرته ولد ولدها ومرته وبنت بنت وبنت ولد، المهم كاع العائله وولد باقي صغير، من تبارك الله عرفتوا شنو نقول لكم. ما نويتش والله ما نويت البنات نكذب عليكم، ما نويت زعما غادي يقولوا لي هذه المفاجاه هذه ويجيو يعيدوا عليا، لان كما قلت لكم يعني زعما هما كبر وحنا عرف، ولكن بصح والله الا فرحوني يا البنات ما نويتهاش بصراحه الله. وجلسوا كلشي جلس برا، يعني ما دخلوش حتى للدار الداخل. اش نقول لكم بصح البنات والله الا فرحت، شوفوا ربي كبير البنات والله العظيم الا ربي كبير. تصوروا واخا دوزت العيد بوحدي، ولكن الله ما كيخليكش ربي كبير. كما كنقول لكم دائما نتوما المتنفس الوحيد اللي عندي، كنخرج هكا ندير فيديوهات ونهضر معاكم صراحه الله. البنات شكرا لكم بزاف والله العظيم الا شكرا، لان درت واحد العائله اللي ما كنتش كنحلم بيها. اش غنقول لكم يعني ما كنحسش براسي بوحدي والله، ما كنحس براسي بوحدي، وفرحانه كما قلت لكم فرحت بزاف، وقلت علاش ما نشاركش معهم هذه الفرحه هذه. ودوماج ما صورتش لكم، لان كما قلت لكم يعني كاين اللي كيبغي يتصور كاين اللي ما كيبغيش، وكانت على غفله يعني ما كنتش موجده ليها. المهم دابا غادي نوريكم، عرفتي راه خليت كلشي واجد على الطبله البنات وحبست، شفتوا تصوروا راه غطيت كلشي هكاك وخرجت، لان كما قلت لكم محشومه باش غادا تاكلي والناس برا يعني من الغدا رجع عشاء، حيت راكم عارفين يعني باقي ما ولفناش البنات على الماكله وداك الشيء. المهم انا نوريكم شنو حضرت البنات حاجه بحاجه ان شاء الله، نتمنى تكون كتبان لكم. المهم هنايا البنات غير الخيار قطعته على هذه الطريقه، وباربا درت ليها شويه ديال زيت العود مليحه، شويه ديال الابزار، وداك اللي سيمبلو ديال البسباس،
هنايا البنات الخضار يعني شوية ديال الخيزو، القرعة، بطاطا، البروكولي، يعني سلقتهم صافي ودرتهم حتى هما شوية ديال الابزار، ملحة، زيت العود، هادشي اللي فيهم كلا مايونيز لا حتى شي حاجة. نتمنى يكون كيبان لكم. هنايا البنات نتمنى يكون كيبان، راه باقي ما كملتش. هنايا عندي شويه ديال الحوت كما كتشوفوا، نتمنى يكون كيبان لكم. هذه هنايا الروز فيه حتى هو الذره الطون وشويه ديال السيمبولو، وبالطريقه كما درتو غير هذيك ديال العصاره ديال الليمون اللي كنعصروا فيها الليمون شديتها ودرتها بحال هاد الطريقه، عمرتها ودرت بحال هاد الطريقه. نتوما كيبقى لكم الاختيار، راه باقي ما كملتش. غنجبد البطاطا عاد مازال، لاصوص انا غادي نديرها معكم دابا. لاصوص البنات عندي هنايا بصله، البصله وفيها شويه ديال الفقيع، شويه ديال الفلافل، المهم نتوما كتبقاو داكشي اختيار ليكم، نتوما كديروا اللي بغيتو. نتمنى الطريقه تعجبكم. هنجيب البطاطا البنات من الفران. صافي البنات البطاطا هي اللي بقات في الفران، هي عاد جبدتها. نتمنى تكون كتبان لكم. البنات ملي طيب البطاطا ولا بد خصكم تحيدوها باش كتحمر من الفوق، كتحيدوهم داك الكاغيط وكتخليوها تحمر، كتجي البنات بنينه بزاف. الخبز ديالي يا البنات هو هذا اللي طيبت، انا بنس كيجي روعه، انا خليته غير هكا، درت رشيت عليه غير شويه ديال الجنجلان. كنتمنى يعجبكم البنات. وتما البنات عندي شويه ديال الديسير، شويه ديال حبه مبلوك. المهم كما قلت لكم كان عش كان غدا ورجع عشاء، ولكن ما كيهمش، المهم دوزت نهار زوين. وهذه هي كما كنقولوا، هذه هي الفرحه. المهم البنات كنتمنى تكونوا حتى نتوما، ما صورت لكمش بزاف، سمحوا لي بزاف، لكن كنت باغيه ندوز معكم نهار كامل، ولكن فجاو الناس يعني ما بصح البنات ما قدرت ندير والو، حبست كل شيء كما قلت لكم، طفيت عليه وخرجت مشيت عندهم. المهم فرحت وكنتمنى حتى نتوما البنات تكونوا دوزتوا نهيركم زوين وفرحانين. المهم كما قلت لكم واخا غدا بسيط ورجع عشاء، ولكن المهم هي كل واحد فرحانه البنات، هذيك هي كل شيء، واخا ما تاكليش غير المهم تكوني فرحانه وتكوني كما كنقولوا الضحكه كاينه في الوجه ديالك. والله العظيم البنات الى حسن من الدنيا وما فيها. وصافي اخوتي كنقول لكم مره واحده اخرى عواشركم مبروكه، وتعيدوا وتعاودوا 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 ان شاء الله 100 سنه، واللي مات الله يرحمه والله يوسع عليه يا ربي يا ربي، وعلى جميع المسلمين، واللي مرض الله يشافيه والله يرفع علينا هذا البلاء. وكنقول لكم حبيباتي مع السلامه، وكنتمنى تكونوا دوزتوا احسن نهار، هذا النهار هي هذا نهار العيد. كنقول لكم مع السلامه، وكنبغيكم بزاف، واللي اول مره كيكتشف في القناه مطبخ ام عائشه كنتمنى يخلي لايك ويدخل ويشترك من طبيعه الحال الا عجبو المستوى. وكنقول لكم الى اللقاء.